قالت وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الاثنين بأن نشطاء في ولاية كاليفورنيا الأمريكية وقعوا عريضة إلكترونية تطالب أعضاء مجلس شيوخ الولاية برفض قرارات الإدارة الأمريكية بيع أسلحة للاحتلال الصهيوني. النشطاء حسب الوكالة أكدوا أن استمرار توفير الأسلحة للكيان هو انتهاك للقانون الأمريكي والدولي، مشيرين إلى أن غالبية الشعب الأمريكي يرفض دعم الاحتلال الصهيوني. The students united will never be defeated.